ديال هذا الجمع العام، يعني جميع الاطوار ديالو كي دات واحد المستوى عالي، والديمقراطيه والشفافيه والحمد لله وصلنا لواحد الانتخابات وواحد الكيفيه كاننا يعني ماشي نادي رياضي، كاننا في مستوى عالي، وهذا هو اللي تشرفنا. تنهنيو جميع المرشحين لانهم كلهم بذلوا مجهود كبير وخدموا وجمعوا مكاتب، ولكن الديمقراطيه هذه واحد فيهم هو اللي كان يمكن له يدوز، الاغلبيه صوتت عليه. تنهنيو وتنتمنوا له النجاح والتوفيق. متفائل بالمستقبل ديال النادي؟ الرجاء ديما متفائل، لان الرجاء عندها علاش دائما تعاود توقف واخا يكون اللي كان. شكرا.